أوروسكوب مع داليا. بونجور، مثل كل يوم بهالوقت لقائنا سوا بيتجدد لأخبركن عن خبايا الفلك، والبداية مثل العادة مع برج الحمل. برج الحمل يحمل لك اليوم تغير مفيد، خبر سار أو مفاجأة ما كنت بانتظارها، وبتتعامل مع مجموعة جديدة وبتكون أميالك مشرقة. بتحاول الابتعاد عن زحمة الحياة اليومية والاستفادة من بعض الوقت برفقة الشريك. برج الثور بيكون إيقاع الحياة سريع وناشط وبشكل انطلاقة فعلية للشهر بأكمله، وبتتمتع بالجرأة لاتخاذ القرارات المناسبة. أما من الناحية العاطفية فباستطاعتنا القول أن الظروف السائدة حالياً بتكون استثنائية لإعادة أحياء الحب. برج الجوزاء تتحرك الكواكب بطريقة بترسل أجمل التأثيرات لإنارة دربك المهني بالنجاح والربح. بدق قلبك بسرعة اليوم وبتشعر بالخلجين وكأنك وقعت بالحب من أول نظرة. برج السرطان تتأقلم مع الظروف كيف ما تغيرت، ومثل ما بيقول المثل كيف ما وقعت بتجي واقف شابوبا. ما ترفض التعامل مع الشريك بلين، فهالفترة بتشكل الوقت الأنسب للانفتاح عليه وتقريبه منك. برج الأسد تنفتح أبواب النجاح على مصراعيها، وبتعرف ازدهار بعملك فحاول إنك تستفيد لأنه الفرصة ما بتتكرر. أما من الناحية العاطفية فما تدخل الشريك بخلافات غير مجدية، خليك إيجابي مع الحبيب. برج العذراء تعترض طريقك بعد المشاكل، ولكنك بتتعاون بإيجابية كبيرة مع الزملاء وبتحلها بوقت قصير. ما تخلي الغيرة تعمي بصيرتك بعلاقتك بالشريك، بل سارع بتوضيح النقاط اللي زعجتك. برج الميزان تبتعد عن النقاشات اللي ما إلها أي نفع، وبتركز على كل الأمور اللي بتعود عليك بالنفع من أجل عطاء أفضل. بيتحدث الفلك عن ضرورة المبادرة للبحث عن الأسباب اللي عم تجعلك تشعر بعدم الاستقرار مع الشريك ومصارحته بالأمر. برج العقرب بتساعدك أنشطتك المتعددة، وبتمنحك القوة بمواجهة الآخرين، وبتشعر بالثقة بالنفس. كن عادل مع شريك ومنحه المزيد من الوقت، فهو بيساعدك وحاضر للتضحية من أجلك، فالمطلوب منك معاملته بالمثل. برج القوس بينصحك الفلك بالتخطيط الجيد قبل التنفيذ ومثايرة المحيط لتفادي الاعتراضات المفاجئة. بتكون بقمة عطائك وإنسانيتك، فما في أي عجب إذا كنت متكاتف مع حبيبك. برج الجدي تعترض طريقك بعد العراقيل، ولكن رغبتك بالمتابعة وأسرارك على النجاح بعيد تصويب الأمور بالمجال المهني. بيقلق الشريك بسبب تصرفاتك الأخيرة، وبينصحك الفلك بإيجاد الطريقة الناجحة لتخليصه مما يعاني. برج الدلو تشعر بالحيوية النشاط والانفتاح على الناس، وبتقوم بالمبادرات والمساعي دون أي تقاعس أو تردد. تفسح لك طيبة قلب الشريك المجال للحصول على اللي بتريده، وبتستخدم أسلوب الدلع وبتشعر بالنشوة. برج الحوت بيقول المثل أفضل الأمور أوسطها، لهالسبب ما تنجرف وراء المغامرات لتبقى صامد مثل الجبل. بيسود التوافق المناخ العاطفي، وبتساعدك الظروف على تخطي المرحلة الصعبة. مع برج الحوت بنكون وصلنا لختام فقرتنا لليوم. أنا بدي أعطيكم موعد جديد نهار التنين بإذن الله. أما من هلأ لوقتها فهابي فرايدي وبون ويكند. باي باي. أوروسكوب على الشرق الأوسط 1450 AM.